مساء الخير عليكم الغاشي تاع اليوتيوب. هذه شعال، هذه لا شعال ماجيج. صرات لي مصيبه كيما نقولوا حنايا، نحكي لكم بعد، نحكي لكم في نهار واحد اخر، ما خصنيش نحكي اليوم. اليوم جيت زعما غير هكا ندخل في سؤال زعما ساهل على الباك، اللي راهم الدنيا راه شويه نايضه، شويه فتنه كيما نقولوا حنايا على الباك، لخاطرش بعض العباد ما خلاهمش يدخلوا، جاوا روطار كيما نقولوا حنايا، ما خلاهمش يدخلوا. سما بزاف زعما بنت لهم بلي ظلموهم وكل شيء، وخات فيها شويه فتنه كيما نقولوا. واحد البرايه لي تروفيرت كتبوها واحد لي ستوديون قريتها، خلعت على بالكم. الناس تاع 17 عام 18 عام كاتبين برايه زعما تكمل ب يا ايها الوزيره نوكلوا عليك ربي. على بالك زعما تقول هذا عباد راحين يفوتوا باك، راك فاهم زعما عندهم نيفو الباك، راه نيفو على بالك، راحين يفوتوا باك، ما تيقولش تيكتبوا بريه ويعبروا على مشكله، راك فاهم. هاد الضربه تاع نوكل عليك ربي وكل شيء، خليها للقراصين تاع الجاهليه الاولى، راك فاهم. لخاطرش باش نتايا انسان عندك 17 18 عام جاي للدنيا قاعد تدعي على وزيره، راك فاهم، في العصر هذا راه دير لها سحور، روح قزن وشعل النار وركسوا عليها وكل شيء وصفقوا، ما تحسيش كاش ما غادي يجي ريشة من السماء، راك فاهم. خموا شويه. نقول لكم انا المنطق تاعي في الصوالح. اولا كي جيت تطلب حاجه من مسعول كيما نقولوا في وهران، تجي تطلب حاجه من وزير ولا وزيره ولا اي انسان، تقطع فروحك يا راك في حاله، كاين زوج ديال الاحوال، كاين حاله تاع حقك راهم ظالمينك فيه، راك فاهم، وكاين حاجه اللي نتايا زعما نقولوا، مانيش نقول لك ظالم بصح ما عندكش حق في هذاك اللي طالبه، وخاصك على كل حال يديروا لك اكسبسيون ويسمحوا لك باش تفوت على كل حال، راك فاهم. تخمم في لا لوجيك هذه، تطلب حقك مثلا غيبوها لك في باسبور، راك فاهم، طالب باسبور دوسي كامل كل شيء وغيبوها لك، حقك خويا تضرب عليه وكل شيء، ومن تهضر عليه بالتعبير اللي بين بلي ظالمينك. بصح انت يا الامتحان كاتب لك، نقولوا قال لك كاتبك على 8، جا على 8 وتسكف، قال لك صاي، قال لك الطاديقه انقطعت، ولا قال لك كيما هكا، قال لك كملنا. ظلموك هذه؟ لا، هي ماشي ظلمك، ما تسماش ظلمك، لا ظلموك لو كان كي طاوك لا كونفوكاسيون كاتبين فيها ليكزام على 8:30، راك فاهم، وانت يا جيت نقولوا على 8، راك فاهم، جاي قبل ليكزامه، او قلت بصح سمح لنا ليكزامه بدا على 7:30 باسكو غلطوا لكم في لا كونفوكاسيون، ولا تبدل من الوقت اللي رسلنا وما قلنا لكمش، راك فاهم. شي هادي قال لك ليكزامه يبدا في ديك الساعه وانت جاي مور ساعه، سما شكون ظالم، شكون راه غلط هنايا، انت راك غلط. هادي اولا. سما مين تهضر في اي كومونيكاسيون، كي تهضر مع اي عباد، الا تهضر ودخل في راسك بلي نتايا ما راكش حقك، هذه اولا. الدنيا راك جاي للدنيا، نعطيهم هذاك المثال، جاي للدنيا نقولوا تلم دراهم مثلا باش تروح فواياج، بالك نتايا عامين ولا وانت دير في فيزا وانت تلم في دراهم وانت، والطياره على بالك بيت قال لها 10 تاع الصباح، راك فاهم، وصلت 11 الطياره راحت، شدي تبقى في لايغوبور تدعي لهم على ربي وتقول لهم رب نوكل عليكم ربي يطيحكم طياره؟ لا، ماشي كيما هكا. حاسب زعما كاين بزاف جزائريين عندهم نظره على ربي، عندهم نظره تاع اللي عندها، اللي كان عندها ابن تيميه تاع ربي صاحبها، فاهم، ربي راجل كيما هكا، لابس قفطان حمر ولا خضر كيما يقول لك هو، صبابي تاع ذهب كيما هكا، ومريح كيما هكا، فاهم، عنده ما يدير، فاهم، صاحبه ايا، وربي كيما هكا يسمع باللي يقول ماشي الحس هذا كيما هكا على بالك، اي يقولوا له باللي واه وحدين في الجزائر راهم متخارين مع وزير على عافره تاع باك، لخاطرش جاو روطار ما خلاهمش يدخلوا، اي قال لك نوكلوا ربي عليه، فاهم. خمم صاحبي، ماشي كيما هكا. انسان راه جاي في عالم غادي يكون عندك فيه مسؤوليات، الطياره لا مكتوب تروح ديك الساعه وجيت مور ساعه راحت خويا، راحت. مانيش نقول لك انت راك ظالم يا ودي. شوف جيت صباح وسط اللوطو خونوها لك، ولا مبغاش تقلع، ولا شيخوك دا في الليل وصاق وحرق لك الجوانت كيلاس وما قالش، راني فاهمك، ماشي لافوت تاعك، راني فاهمك، حيق تدخل في راسك،
انا عايشين في عالم تاع مسؤوليه. ميم لمشي لافو تاعك راك فاهم، لو وصلت روطار هذه هي، راحوا خلاو فاتوا صاي. وهي نهار عمري في حياتي كنا نسكن حدا الايروبور، لا عندك كنا نسكن حنا الايروبور، الطيارات كل يوم طالعين مهودين، عمري كنت رحت نفوت قهوه في الايروبور ولا عمري ما شفت واحد جا روطار على طياره تاع هدا، طياره رايحه لمارسي ولا طياره رايحه لبرشلونه ولا رايحه مع على بالي شوين، عمري ما شفت واحد جا روطار وقعد يزقي ويقول لك نوكل عليكم ربي رحتوا خليتوني راك فاهم. سمع كي تهضر تهضر كيما هكا، تعرف بلي نتايا نتا غلط، نتا جيت مو ساعه واعترف بالغلطه تاعك اولا، كون كراجل اعترف بلي غلطت بلي نتايا جيت مو ساعه وبلي الظروف وقعت فوالا، وطلب حق اللي مشي تاعك بصح طلب على كل حال يتسامحوا شويه معاك ويخلوك تفوت وراك فاهم. هذه واحده. ثانيه الحكومه تاعنا شويه مقودين كيما نقولوا، لاخاطرش علاش في بلاد كيما الجزائر فاهم على بالنا شيء الوسائل تاع النقل ولا بالنا الطرقان كي دايرين وعلى بالنا ماناش زيمبابوي، ماناش زيمبابوي بصح ماناش لا سويس على كل حال، رانا بين وبين نقولوا حنايا انا بين لا سويس والزيمبابوي لا تبعو. كي تقضب الافات تاع لي جون بيروحوا لان اكزام مهم وكل واحد تبدل له الليسي تاعها، شا تتوقع شا غادي توقع في راسك؟ غادي توقع يستوعب مشاكل، غادي توقع غادي فئه لا باس بها توصل الغوطه ولا ما توصلش كاع، هذا اللي يوصل الغوطه راه غايه كاين اللي كاع ما وصلش راك فاهم العقليه. هذه شويه حيرتني لخاطرش لو كان في بلاد كيما لا سويس مثلا بالوسائل تاع النقل اللي عندهم داروا ضربه كيما هذه بالك نتقبلها، ولو كان واحد جا غوطه دقيقه ما نساندش كاع قال جيت غوطه صاي هاك لك بوبي روح. في الجزائر على بالي بلي الدعوه مزيره كيما هكا وكل شيء، و كي حكومه دير اورغانيزاسيون كيما هكا تاع باك على بالها الوسائل كي دايرين، على بالها بلي هذيك الشيره ولا هذاك الشيء ما غاديش يقلع من دارهم لافاي ويضرب الدخان ويروح يبات في الاوتيل تاع ليلتون وتجي صباح لا نافا تحطها قدام الباك كايناش كيما هكا راك فاهم. هو على كل حال غادي ديك الشيره تبات في الدار تبات تحفظ تبات مشي راك دخا خايفه كتاع الخوف تعاون بالك امها في الشطايط تاع خوها ولا تنوض تسيق في الحوش ولا كيما هكا، وصباح يجي باباها يقلع ديك الكارت وديك الكارت 104 بقى يحمي في الموتور باش يديها الكاش دشره ولا شي بلاصه عمو في حياته مرحله باش تفوت الباك راك فاهم. ما كان لا خريطه لا جي بي اس لا منا على بالك رايح وصاي زادب راك فاهم، تقصي على واحد كيديروا باش الطريق تاع هذيك البلاصه ومين توصل داك الفيلاج داك الدوار تحبس قدام قهوه وتهود الثقه وتقول اسمح لي خويا اللي سي تاع فلان هذاك اي يفواك جون بقى يشوفوا فيك ويبقى ينعت منا واحد راك فاهم العقليه هذه الجزائر كيما هكا. سما علاش انا هذه تخمم علاش ما داروش الباك في الليسيات اللي الناس تقرا فيها عاده؟ قال لك تقصيت عليها هذه قال لك واه بصح يكوبيو يخافوا من الكوبي شكون يكوبي؟ هاو يخافوا الاساتذه والاداره ومنا يغشوا مع لي زيتيديون باش يطلعوا باش يفوتوهم باش يولي عندهم سكور مليح في الباك صح. اسمعك تقول لي بلي راكم زعما هي حاجه عادي وحاجه زعما ما فيهاش حتى طور ما شفتش هاد الديبا في الجزائر ما شفتوش كاع هذه اللي خلعت فيها بلي حاجه عادي في الجزائر بلي مؤسسات اللي نورمالمون هما يربوا لي جون هما يربوا هاد لا جينيراسيون جديده هما اللي يعطوهم امثله يعطوهم المثال يضربوا لهم المثال تاع حتى يلا من واحد يكون اونات ويتمشى نيشان ويحترم القانون ويحترم لي غاك اللي محطوطين كاع الناس. هل المؤسسات بصفه رسميه ما نجموش نثقوا فيهم باش ما يغشوش فاهم؟ تحير من راسك هيا روح نتايا قضب لو جون هذاك وبين له شيء للاهميه تاع القرايه ولا يا ولدي قرا وخدم وشرف لا فامي تاعك وشرف بلادك ومنا وقعد راسك ونتايا راك مبين له على كل حال باللي هذا مام استاذ عنده 30 عام تاع اكسبيريونس ويغش وصاير فاهم. هذه يعني خلتني محيره فاهم صوالح كيما هكا معليش على كل حال. بصح شوف مام لو كان داروا لهم قال صح الاختبار بدا 8 ونسمحوا لكم نص ساعه الاولى سيدي
الناس تولد قال اه 8 اسما قلت 8 اسما 8 واس ندير الحسبه تاع 8 واس راك فاهم كيما دير ما تسالش مع هاد الدرابي كيما دير ما تسالش اه وصاي كنقول لكم تهلاو في رواحكم و وصاي وهادي تحويطه كيما نقولوا حنا فاهم تحويطه